اليوم في مشروع مع اتحاد خنشلة مع الإدارة مع رئيس النادي، مشروع في تحدي جديد في البطولة. الناس كل تعرف اللي خنشلة العام اللي فات عملت اون بون ابيريسيون في الشامبيونا وخلت الترس نتاعها. هذا ما شجعني اللي باش نكون معطف في المشروع نتاع اتحاد خنشلة. ان شاء الله نكونوا موافقين، ان شاء الله نكونوا موافقين ونحققوا الاهداف المرادة في البطولة. باقي 14 جولة وفما الكوب، ان شاء الله نكونوا معناتها عند حسن مستوى الانصار وعند حسن الاداره ان شاء الله.